اعصاب اللي برضه عمال معايا انا قلت اعصاب ده فيديو كده يعني ربع مليون انا قلت ربع مليون انا قلت ان دول بياكلوا ربع مليون بوظ لو محجر احتياطي انا كنت حاسب على الاثنين القانون الجديد ده بيقول لي حاسب بس على اللي هو باخد منه تمام طب واللي ما بياخدش منه حاجز بحسابه ما لهاش حساب يبقى احنا هنخسر كدوله دي كويسه فعشان كده احنا كاتبينها هي القبض على مستغني هذه المحاجر وعرضهم على النيابه العسكريه بعد حجز معداتهم كما حدث في الفتره السابقه حيث ما زال بعض